فباك هدرنا على النقاط بون bon, شوف رايك يهمنا برحل. الحاجه اللي تفهمها انا البارح في التشكيله الاساسيه اللي, اللي, اللي... التشكيل قلت لي اعطيها لي تشكيله محتمله قلت لي ندير زغبه ما قلتش محت... محتمله عند المدرب لا انا عندي تشكيله أنت محلل. أنت بارك الله فيك كمحلل انا محلل. زغبه بارابور ليكسبيريونس تاعو بارابور بلا ما نقص من قيمه بنبوطه اللي ثاني كفاليسما دارين كوب لاكاف مليحه عنده امكانيات وعنده, الخبره ايضا انا قلت عندما الحارس ما يكونش 50% دليكيب تولي مشكله انه بكري كان عندنا 50% سيتي البلحي آه طيلت 10 سنوات اليوم كي تحكم لي ستاتستيك وديكورتيكي الاداء تاع واسمو مام في المقابلات اللي شارك فيهم مثال ضد الكاب فيرب احنا 5-1 لو سول تير دخل <applause> سير تير دي 30 متر دخل ربحنا خمسة واحد مع كاب فير دا انا نقول لك باللي الى الا ولا لو ان سول تير كادر يدخل صافي دير كاين مشكله كبيره في حراسه المرمى اليوم شفنا البيت تاع لوغاندا با 7 مينوت ولا 8 مينوت ما لحقوش للجول كي لحقوا دخلت اليوم يعني الضربه الاولى لازم تمد آه لا شونس الزغبه باش ولا بنبوط Besh icuno fait dès le mois de septembre pour préparer parce que موندريا انا نقول لك ماو سيكو اي دي بورسون ديال ليكيب ناسيون ما تقدرش حنا نحتاجو ابراهيم ما تقدرش تلعب ما تقدرش حتى شي بلوك ديفونسيف ولا لي ديفونسيف م. يلعبو بكل راحه ما يعطيناش الامان حارس مرمى اللي ما يعطيكش لا كونفيونس بارك الله فيك ايه؟ يعني 50%. يعني كي تشوف نتايا تلقى 15 هدف ايه؟ في 16, هدف, اه 16 اه هدف 16 هدف في و... 17 مباراه وكيما قال لك ابراهيم لا لا شوف شوف ميم كي تشوف لي ستات تاعو تاع فرنسا شوف يفو دي لا فيريتي سي با فامو هذا اللي بيدل لغه شوف سي با فامو كوم غارديان دي بيت انا ليا كي رانا نلعبوا وهو غارديان انا نشد كثر كو ابراهيم لو بوست ديال غارديان دي بيت سي ان بوست تري سونسيبل لا لا قال لك 50% أنا, انا قلت آه 50% آه راني نشوف باسكو دوك نفهمك oui. عفسه كي تحكم لي غروند ناسيون ميتال كاس العالم اللي دارها دائما نقولوا تحب ولا تكره المغرب دار كاس العالم لانه كان عنده بونو بل. في لي بوا لازم يكون عندك حارس تحكم من بكري ليكيب ناسيونال كان عندنا عندنا سرباح وعندنا وعندنا كاس افريقيا في مصر دينا كاس افريقيا بنبول باسكو سيتي لاسيرونس حتى كاس العالم الاخيره للمنتخب الوطني التالق بن واضح في مباراه المانيا جوستومون رحنا لكاس العالم في لقاء الفاصل والشاهر والوعد باسكو شاوشي خرجنا كرو ماتش لو كان ما كان شاوشي دور الحارس يعطي انت كنت مهاجم ابراهيم دور الحارس كي يكون حارس عنده شخصيه يعطي لك ثقه كبيره ابراهيم نعطيك المعلومه لو سول بوست في التيران اللي هو يمد ليكترو شوك لصحابه سي لو غارديان بيت باسكو انت كي تشوف غارديان تاعك يخرجها من ليكار انت تقول هذا راه يجبد انا لازم ندير خدمتي بصح كي تشوفها من 30 تدخل تفشل ما ميلا كنت ميسي شوف نازيم دي فوا دي فوا ليكيب تاعك الفريق تاعي انا كمدرب نجوزو اكوتي هذيك <applause> المقابله ما نكونوش <applause> كيما المقابله <applause> اللي لعبناها في آه في نيسون مونديلا ما كناش ما كناش بصح وكان كان عندنا ان غارديان بيت ديسيزيف كنا قادرين نجيبوا نقطه هذيك النقطه اللي كانت بوتيتر هي اللي راح تاهلنا لكاس العالم معناتها لو غارديان تاعك ولا ما كانش ديسيزيف راهي صعيبه على المنظومه الدفاعيه واللاعبين ما راحش يلعبوا افيك توت كونفيونس زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر